إذا كانت f الـx تساوي x ربيع زائد x أو g للx تساوي 9x فإن f ضرب g للx تساوي. طيب هذه أيضا مشروحة بالتفصيل في فيديو العملية على الدوال. السؤال هذا بكل بساطة نضرب الدالة الأولى بالدالة الثانية. الدالة الأولى f للx اللي هي g اللي هي x ربيع زائد x، والدالة الثانية 9x، فنضربهم في بعض. الدالة الأولى 9x أو يعني نضربهم بعض عموما، فنضرب 9x في الدالة هذه x تربيع زائد x. الآن هذه لو لاحظ أنها ضرب بس بتوزيع إبرة، نحتاج نوزع هنا ونوزع هنا. فأول شيء 9x ضرب x ربيع تساوي 9x تكعيب زائد 9x نضمها في x في 9x ربيع، وهذا هو الناتج 9x تكعيب زائد 9x ربيع اللي هو 9x ربيع زائد 9x هذا 9x تكعيب زائد 9x ربيع. طيب السؤال الثاني، إذا كانت f الـx تساوي x ربيع زائد 4 و g للx تساوي جذر x فإن مجال f ناقص g للx. طيب الدالة هذه طالب منا مجال f ناقص g للx، أول شيء نجيب الدالة هذه عشان نعرف مجالها كم. طيب f ناقص g للx معناه أن f ناقص g، فتصير x تربيع زائد 4 اللي هي الأولى اللي f ناقص g، الg بس ناقص g اللي هي جذر x. طيب الآن مجال الدوال، احنا قلنا مجال الدوال يكون دائما R ما عدا القيم اللي تجعل المقام صفر، أو R ما عدا القيم اللي تجعل ما بداخل جذر سالب. هنا ما في مقام، المقام ما في، فبنشوف بس الجذر. طيب الحين الـ X عندنا هنا جذر X، فالـ X اللي داخل الجذر لازم تكون صفر وزيادة، تكون صفر أو أي عدد فوق الصفر عشان يكون ما بداخل الجذر موجب. يعني لو الاكس مثلا سالب 4 راح تصير جذر سالب 4 فما راح تضبط، ما راح تكون مقبوله، فلازم ما بداخل الجذر يكون اما صفر او اكبر من الصفر. ففي هذه طبعا، واللي قبلها اكس ربيع زائد 4 هذه ما فيها مشكله لان ما فيها مقام ولا فيها جذر، لكن المشكله هنا عند الجذر. فالجذر اكس لازم الاكس تكون صفر او اكثر، ف معناته انه مجموعه معناته انه يعني الفتره المقبوله من صفر الى ما لا نهايه، والصفر نفسها معانا لان الصفر نفسها مقبوله، فيصير الجواب ج. طيب السؤال 13، إذا كانت f x نفس اللي فوق x ربيع زائد 4 وهنا جذر x فإن مجال f على g للx، هو طالب منه مجال هذه، فنجيب هذه أول ثم عشان نعرف مجالها. طيب هذه f على g، نكتب f اللي هي x ربيع ناقص 4 ومع زائد 4 اللي هي الدالة هذه على جذر x. طيب الآن مطلوب أن المقام ما يكون صفر، ما بداخل الجذر ما يساوي سالب. طب احنا الحين نحل اول شيء مشكله الجذر، الجذر لازم يكون صفر او اعلى صح؟ معناته انه الاكس لازم تكون صفر او اعلى. طيب اذا الاكس تكون صفر او اعلى، لكن لما الاكس يكون صفر وش راح يصير؟ جذر صفر يساوي صفر، فلو عوضنا عن الاكس بصفر راح تكون جذر صفر اللي هي صفر، بالتالي راح يكون مقام صفر، وهذه مشكله ما ينفع المقام يساوي صفر. لكن لو الاكس قيمتها اي شيء اكبر من الصفر مثلا 4، لما تكون قيمة x 4 أول شيء من ناحية الجذر، جذر 4 مقبول يعطيك 2، ولما تكون المقام 2 هو قيمة 2 مقبولة، أهم شيء إنها ما هي بصفر. فمعناته إنه المجال المقبول هنا لازم يكون من الصفر إلى ما لا نهاية، لكن هنا الصفر مو معانا، لاحظ هنا الصفر معانا، لكن هنا الصفر مو معانا، لأن لو عوضنا هنا عن صفر راح تصير مشكلة، اللي هي المقام راح يكون يساوي صفر، لو صفر مكان للx راح يضبط مع الجذر، الجذر يقبل الصفر عادي، راح يكون جذر صفر يساوي صفر. بس في النهاية راح تصير x ربيع زائد 4 على صفر، وهذا ما ينفع، المقام يساوي صفر، لكن أي قيمة فوق الصفر زي 4 مثلا راح تقبل. نحط 4 مكان الجذر، من ناحية الجذر جذر يقبلها لأن 4 عدد موجب، ولما نحط 4 جذر 4 راح تصير تساوي 2، بما أن المقام أي عدد غير الصفر بيصير مقبول، المقام هنا 2، فراح تصير الإجابة دال من الصفر إلى ما لا نهاية. 14، إذا كانت f للx تساوي 2x و g للx تساوي x ربيع ناقص 1 فإن f بعد g للx. طيب هنا طبعا الدائرة هذه نقراها بعد، فنقول f بعد g للx. الآن اللي نسوي بكل اختصار انه ناخذ قيمة g كلها الثانية، يعني احنا ذكر أول شيء g f ثم ذكر g، ذكر أول شيء f ثم ذكر g، اللي ذكر الآخر شيء اللي هو g ناخذ قيمته ونعوضها في x داخل f، كل قيمة g نعوضها في f، كل قيمة g نعوضها في x اللي داخل f. ال g الحين كم قيمتها؟ x ربيع ناقص 1 كلها نعوضها داخل مكان الاكس هذه، تمام؟ الجي كم قيمتها اللي هي الثانية؟ اكس ربيع ناقص 1 كلها، كل الدالة نعوضها مكان الاكس اللي في اف، الاف الأولى، فكل اللي في الثانية نعوضها في اكس الأولى، اكس الأولى هنا 2، فراح تصير 2 ضرب اكس، مكان اكس نحط الدالة اكس تربيع
ناقص واحد. الآن توزيع اثنين بنوزعها كذا ونوزعها كذا، فتصير اثنين إكس تربيع ناقص اثنين، اثنين إكس تربيع ناقص اثنين، هو الجواب ال 15. إذا كانت إف الإكس تساوي اثنين إكس وجي الإكس نفس الشيء إكس تربيع ناقص واحد، فإن جي بعد إف الآن قربها، هنا كانت إف بعد جي، هنا كانت جي بعد إف. في هذه الحالة نأخذ كل قيمة إف هذه ونعوضها بالإكس داخل جي، كل قيمة إف نعوضها بالإكس داخل جي. الآن المثال عليها، كل قيمة إك كل قيمة إف الثانية اللي هي اثنين، تمام؟ اثنين عوضها في الإكس اللي داخل جي، بس في الإكس. فالجي أول شيء نحط قوسين مكان الإكس، تمام؟ طبعًا مربع، الإكس مربع، حتى القوسين مكان الإكس، صارت قوسين مربعة ناقص واحد، هذه هي دالة جي. لكن بناخذ الإف ونعوضها مكان الإكس مكان اللي داخل جي، فتصير اثنين إكس مكان الإكس هذه، فتصير اثنين إكس هنا. لاحظ اثنين إكس صار مكان الإكس اللي هنا. الآن باقي طبعًا التربيع يتوزع على كل رقم في القوس، فتصير اثنين توزع على اثنين راح تصير أربعة، والاثنين توزع على الإكس راح تصير إكس تربيع وناقص واحد، هذه الدالة الناتجة اثنين أربعة إكس تربيع ناقص واحد اللي هي أربعة إكس تربيع ناقص واحد اللي هي ب. طيب 16 إذا كانت نفس الشيء، إذا كان إف للإكس يساوي اثنين إكس وجي للإكس يساوي إكس تربيع ناقص واحد، فإن طب هذه الآن فيها فكرة زيادة بسيطة جدا، هو طالب منك إف بعد جي للاثنين مو للإكس. الخطوة الأولى أول شيء نجيب إف بعد جي ثم نعوض اثنين داخلها، خلينا نجيب إف بعد جي، إف بعد جي وش نسوي؟ ناخذ جي كلها ونعوضها بالإكس داخل إف، كل الجي إكس تربيع ناقص واحد، نعوضها في ال... نعوضها وين؟ نعوضها في الإكس اللي داخل إف، فنقصي هذه اثنين مضروبة في كم؟ مضروبة في مضروبة في إكس، بس مكان الإكس نحط إكس تربيع ناقص واحد. مثل ما ذكرنا نوزعها الحين، يصير هذا بعد التوزيع يصير اثنين إكس تربيع ناقص اثنين، تمام؟ هذا اللي حللناه هنا، اللي طلعت هنا اثنين إكس تربيع ناقص اثنين. الآن شو الفكرة؟ تأخذ الرقم هذا الاثنين وتحطه مكان الإكس، كي تعوض الدالة فقط. تأخذ الرقم الاثنين وتعوضه مكان الإكس، هذا اثنين حط مكان إكس، بيصير اثنين مضروبة في اثنين مربع ناقص اثنين. حلها بالحاسبة، هذه أربعة ثمانية ثمانية ناقص ستة يطلع، فالجواب يطلع بالحاسبة ستة اللي هو جيم. 17 إذا كانت جي للفكرة 17 هذه من مو مجمع أنا ما حلها. 18 إذا أي من الدوال الآتية تمثل دالة عكسية للدالة. السؤال هذا له طريقتين للحل، الطريقتين للحل مشروحة أيضا في فيديو الدوال العكسية اللي في بداية وحدة. الطريقتين شرحتها واحدة سهلة وواحدة أساسية، في طريقة أساسية وفي طريقة سهلة. الآن نحن في الطريقة السهلة. الطريقة السهلة تقول نعامل إكس بدلها مع نقام، تمام؟ يعني ثلاثة بدلها مع اثنين، اثنين تجي فوق ثلاثة تحت، والعلامة هذه نعكسها، السالب يصير موجب، فتصير موجب خمسة، وهنا إكس. المعامل بدلها مع المقام، المعامل ثلاثة المقام اثنين، فالاثنين تروح فوق وثلاثة تجي تحت، فتصير اثنين وثلاثة تجي تحت. فاثنين إكس زائد خمسة على ثلاثة، اثنين إكس زائد خمسة على ثلاثة، اثنين إكس زائد خمسة على ثلاثة اللي هذه. فنبدل معامل الإكس مع المقام ونقلب الإشارة هذه، بس بدل معامل الإكس مع المقام، معامل إكس ثلاثة بدلها مع المقام، خلك واحد يبدل المكان الثاني وعكس الإشارة هذه، يصير اثنين إكس زائد خمسة على ثلاثة اللي هي هذه ألف. 19 إذا كانت إف للإكس تساوي اثنين إكس ناقص واحد، فإن إف للسالب إكس تساوي. ففي هذه الحالة أنا الدالة هذه إف للإكس تساوي اثنين إكس ناقص خمسة، صح؟ اثنين إكس ناقص خمسة، أقدر أقول إنها في الإكس ناقص خمسة على واحد، صح؟ الآن طبق نفس الفكرة، نقلب الاثنين مع الواحد راح تصير فوق واحد إكس يعني إكس، ونقلب الإشارة زائد خمسة، والاثنين بدلناها مع الواحد تصير تحت اثنين، فالدالة العكسية إكس زائد خمسة على اثنين، إكس زائد خمسة على اثنين. طبعًا هذه تصير تحلها بالطريقة الأساسية اللي أيضًا مشروحة بشكل مفصل في الفيديو الدوال العكسية. طبعًا أيضًا السؤال الأخير موجود، السؤال الأخير لو تستخدم الطريقة الأساسية اللي شرحناها في الفيديو الأول تقدر تحلها فيها، تمام؟ لكن هذا خلاص مو موجود معنا، فالسؤال 20 و 17 مو موجوده.